الطبق الثالث مكرونه محمر. انا شخصيا برضه بحب المكرونه المحمره دي جدا، بحب اكلها في البيت اكتر، وتتعمل على مزاج ويكون هو الشكل بتاعها ده وما تبقاش غامقه. يعني انا شخصيا بقول لكم ساعات بعملها بتغمق مني، ما بقاش حاببها وانا باكلها، يعني بحس ان هي راحت مني سيكا. هو الجولد ده، اللون الفاتح ده، بصلايه مفرومه مبشوره ايا كان الموضوع. وتعالى نعمل حبه مكرونه ونشربهم ونعمل لهم كفته حلوه. الكفته سيبها في التلاجة، سيبها في التلاجة مش مشكلة. تعال نجيب الحلة بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بكل بساطة. شوف بقى اللي جاي، تعال نستخدم زيت الزيتون في الطبخ وبالراحة عشان ما يأكسدش مننا أو عشان ما يقلبش الطعم اللي احنا محتاجينه منه لحاجة تانية. أدي زيت زيتون، شوف، ما استناش لما يتحرق مني بقى يخش في السكة دي. هجيب عندي بصلاية حلوة مفرومة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ البصل يستوي في قلب الزيت، فبالتالي مش هيأكسد، هتاخد كل الأوميجا اللي محتاجينها منها بكل بساطة ونضافة. اشوح البصلايه مع زيت الزيتون كده اهو، اسيبهم شويه يتبلوا. يا سلام لو انا عايز اضيف اي حاجه تانية، ممكن زي ايه مثلا؟ حاجه تانية عايز احط عندي فلفل الوان مفروم، ماشي، قرن فلفل حلو برده ماشي. في دماغي طماطمايه مبشوره الصراحه، فمش قدامي طماطمايه مبشوره، فهنجيب طماطمايه ونبشرها معاكم على السريع. هتفرق كتير جدا في فكره المكرونه عامه اللي هي محمره دي. نجيب طماطميتين حلوين كده ويكونوا مستويين سنه. ليه؟ عشان انا عايز ميه، يعني انا الهدف من فكره الـ 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 الطماطم المبشوره دي عايز ميتها بس تفل الميه، تفل الطماطم يكون معايا. ونجيب عليها كمان قرن فلفل احمر رومي نبشره، نبشره بالمره. تعال نغسلهم على السريع. والبصلية عندي لسه بتدبل، مش متصربعين عليها ولا حاجة. هنجيب عندنا مبشرة، تمام، وأي طبق نبشر عليه أهو، نبشر كده. بص، هذا الفلفل الرومي، تمام، والطماطمايه وراه. بص، فلفل رومي، قرن لطيف جدا، والطماطمايه وراها، بسم الله، وزيت الزيتون على الهادي. اخد بالي من القشره دي، ما بحبهاش في الاكل، شايفها يا استاذ؟ بمسك كده بالراحه لما الاقي الطماطمايه حنت في ايدي، بالراحه عشان اطلع بايه؟ بالجلده دي كلها في ايدي اهي. واخد بالي تاني. آخر واحدة. تمام جدا، ادي المبشور اللي احنا عايزينه، هنزل بيه على طول على البصلاية اللي نارها طفت دي، ماشي، وبرده نزلها نيف نيف. يبقى البصلاية عليها قرن فلفل رومي معاه كمان طماطمايه، واسيبهم شويه يتشوحوا، افرمهم، شيل دول من هنا. انا جاي عندي طبعا الف ب مرقه يعني سخنه، لازم زي ما حضراتكم شايفين الناحيه الثانيه بتغلي عشان تسهل معايا في كمان تشريب المكرونه. المكرونه محمره اي نعم وزي الفل، ولكن مش مستويه، فعشان اسويها لازم نسوي بمرقه سخنه، يبقى الموضوع فيه يعني ايه تشوك كده ما بين السخونيه وبين برود او المكرونه تكون نيه وبارده، فينزل عليها يعمل تشوك لطيف. هنا الطماطميه بص عامله ازاي، مع القرن فلفل، مع كمان معلقه ثوم مفرومه اهو، كمان حته ثوم حلو فيها. ولو حابب انزل عندي بقرن فلفل مفروم مستخبي، بص كده يا استاذ اهو، شايف عامل ازاي؟ احنا بنأسس بس الطعم. مع خد بقى من اللي جاي مكعب مرقه خضار حلو كده، او مكعبين، جربوا الطريقه دي زي ما انا بقول كده، مش هتخسر حاجه، ده هتلاقي كل حاجه في الثلاجه عندكم، جربوا.
وقولوا لي رايكم فيها ايه. اه اه شوف بقى عامله ازاي. ما سيبهاش بقى لما تخش مني في سكه ثانيه، انزل بالمكرونه على طول اشوح حاجتي. اه سيبها سيكه. تعال نشوف حكايه المفروم ايه بقى اللي في الثلاجه عندي. ادي لحمه مفرومه، بوله فاضيه، على البوله الفاضيه دي بصلايه ناعمه مبشوره شايفها، وعلى البصلايه دي حبه بقدونس، وعلى البقدونس ده كمان هجيب عندي فص ثوم ناعم وحبه ملح وحبه بهارات وفلفل اسود ناعم او مطحون حسب اللي عندك. ماشي الكلام. خد مني دي مش متشافه، قرن في النص كده وابدا اقلب كويس جدا الخضره بتاعتي. اشم ريحتها من دلوقتي. اه تمام. ابدا انزل باللحمه بتاعتي وانا شغال. قبل ما اخش على اللحمه تقلبتين حلوين المكرونه كده، اشم الروائح. الله، ما استناش اكتر من كده. عندي المرقه سخنه، بسم الله. اجيب عندي حاجتي، اخد بالي وانا بنزل المرقه بتاعتي وش بعيد عن الحله عشان ما تفاجئش بالبخار. بسم الله، شكرا. اغطي المكرونه بتاعتي بالمرقه، هخلي كل حاجه قدامي فريش. بص المنظر. عايز احط طماطم بقى تانيه، عصير طماطم ماشي، مش عايز انا برضو ماشي، واسيبها عندي تعيش حياتها. هرجع الكفته يا فندم. ايمان هانم حاضر. يا ايمان صباح الورد. الو، اهلا بيك يا ايمان هانم. ازي حضرتك؟ كل شيء. اخبارك ايه يا فندم؟ كله بخير؟ تمام الحمد لله زي الفل. تحت امرك امر. تمام زي الفل. تحت امرك امر. الله يخليك يا شيخ. بص بقول لك، انا عندي سمك بور يا شيف ومش عارفه اعمله، وهو متنضف يا شيف. ما يتقلاش يا شيف؟ انا فندم؟ ما يتقلاش؟ لا، البوري مش حلو في القلي. امال اعمله ايه طيب؟ عندك زيت وليمون، عندك صينيه حلوه بالخضار. عندك اعمله صينيه حلوه بالخضار يا فندم؟ نعم؟ عايز اعمله صينيه حلوه بالخضار. حلو قوي. هات الخضار اللي نفسك فيه كله وشوحيه الاول مع بعضه. بطاطسايا، فلفل، ايا كان، شوحي حبه زبده وحطيهم في صينيه بعد ما شوحتيهم. وهات السمكيه تبليها الاول بالفلفل المفروم بتاعك، الشطه بتاعك، وعندك الثوم، وعندك حبه الخل، كزبره، الشبت، الكرفس. تبلت السمك عادي جدا، احشيها كويس زيت شويه وتبلي السمكيه وحطيها على الشبكه. فالسمكه تستوي وكانها زيت وليمون مع الصينيه بتاعتك، وحط في الاخر الصينيه للسمك بعد ما يستوي على الصينيه وسيبيه 10 دقائق منه فيه كده وشوف الموضوع عامل ازاي. فهمتيني قصدي ايه؟ فهماني يا فندم؟ اه سامعاك. اه لا فهمتيني؟ نعم فهمتيني؟ اه فهمت. يعني طب حضرتك طب الصبيط يا شيف يا فندم؟ الصبيط ماله؟ عايز اعمله برضه. انت عايز تعملي ايه؟ الصبيط محمر ولا زيت وليمون؟ محمر، مش عايزاه محمر. مش عايز زيت وليمون؟ لا، عايز اعمل طاجن صبيط. طاجن صبيط بصوص طماطم حلو والريحان؟ اه حاضر. حط له كزر. حاضر حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ انا بشكرك. السبيت قطعيه زي الشاورما، قطع بالطول يكون رفيع. هتشوح الاول بفص ثوم، هتجيب عندك بعد كده بصلايه متقطعه، فلفل احمر، فلفل اخضر، قطعيهم شرايح، شرايح ثوم برضو، شوحيهم مع بعض كلهم، وجيب عندك معلقتين صلصه طماطم وحبه عصير طماطم زي ده، والبهارات بتاعتك بمكعب مرقه. قفلي كل الكلام ده كله في طاجن صغير واكمريه بورق الومنيوم وسيبيه جوه في الفرن. متشكرين. طيب خلاص عملنا الكفتة، هنجيب عندنا صينية فاضية. مع الصينية الفاضية دي أهم حاجة نجيب حاجة بس إيه تبقى معانا في إيدينا فيها مية. نجيب بولة. حاضر عينيا الاتنين. سارة هانم صباح الورد. صباح الخير يا شيف. أهلا بيك يا سارة. إزيك؟ إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم، كله بخير تحت أمرك. منور والله. وجودك يا ست الكل والله تسلمي. الله يخليك. كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه. مر يا فندم. عايزه طريقه البرجر. البرجر حاضر عينيا الاثنين. اوامرك. حاجه ثانيه؟ لا الله يخليك. نروح عند الجزار. شكرا جدا ليك يا ساره. نروح عند الجزار ونقول للراجل يدينا حته لحمه تبقى للبرجر مش للكفته. ايه الفرق؟ اولا بتبقى مفرومه
بشكل معين، يعني واخده ممكن تكون وش او وشين بكتير قوي، فتلاقي حته اللحم مخرزه فتقدر تستحمل معاك سويه البرجر. الدهون بتاعتها تبقى مختلفه عن الكفته، لان الكفته بيبقى فيها دهون اراوند من 20 ل 30%، البرجر بيبقى نسبه ثانيه. فبعد كده بنرجع حته اللحمه دي لو مش متبله بحط لها ملح وفلفل اسود فقط لا غير، ما احطلهاش بصل، ما احطلهاش بقدونس، ما دخلهاش في حته اللي هي تكون رايحه في سكه البرجر، في سكه الكفته. يبقى ملح وفلفل اسود، حته اللحمه اهم شيء في الموضوع، هي اللي تديك النفس اللي انت عايزاه. طيب هرجع تاني للكفته دي بعد ما فرمتها كويس. طبعا هي المفروض تخش التلاجة شويه عشان مسخسخه شويه من مطرح التقليب، ده طبيعي، ولكن بس حبيت اوضح الامور واحده واحده. اهو دي الكفته، تخش التلاجة شويه قبل ما تخش على الفرن، او الطبيعي قبل ما اصبحها او اكورها لازم أن تكون دخلت الفرن اللي التلاجة. عفوا يا فندم، لحظه واحده، هدخلها عندي تعيش حياتها ونرجع لها. طيب خلينا نرجع للمكرونه قبل ما اطلعك فاصل حاضر والله. نبص نشوف المكرونه رايحه فين. خلاص تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بص المكرونه عامله ازاي، قمر قمر، مش محتاجه مننا اي شيء. شايف المنظر، تتشرب على الهادي بقى، نهدي النار. انا احب المكرونه كده، بص المنظر، شايف منها فيها الصوص عامل ازاي، حبه المرقه عامله ازاي. ده لسه هتتدلع بكور الكفته دي، ولكن هيبقى ان شاء الله بعد الفاصل. اتفضلوا. طيب كنا قبل الفاصل، المكرونه كانت تمام، فاضل نقفل لها الكفته بتاعتها. بص منظر المكرونه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، خلاص نشفت ميتها، الامور تمام. شايف المنظر، ولا حاجه اهو، شوف ولا حاجه لازقه ولا حاجه مش عارف ايه. حبه مكرونه محمرين يستاهلوا بق حضراتكم. على طول نطلع من هنا على هنا، شوف بقى الطاجن ده، بسم الله. بص المكرونه بالواحده اهو، وجوسي ومش مكسره ومش ملزقه، الامور ابسط مما يكون. اسامي دايما ممكن بتخض، انا اعمل مكرونه محمره. اه يا فندم بتعملي مكرونه محمره وبتعملي كل حاجه، ولا اي حاجه تشغلك طول ما اخوكي موجود، الموضوع ابسط مما يكون. هنا الكفته بتاعتي تنزل كده بقى المشويه اللي احنا عملناها من شويه مع حضراتكم اهو، على الوش كده، وندي جرنش لطيف. شوف الدلع بقى، باستا في الاول في الاخر هي مكرونه، سن زيت زيتون على الوش، العب. خلاص الموضوع ابسط مما يكون كده، طبق المكرونه خلص وبالهنا والشفا. شايف المنظر، يعني مش محتاج اتكلم عنه كتير، ان طبق مكرونه في الاول في الاخر، بس خلاص يطلع على طول على المائده.